في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن الأديابيتك ساتوريشن بروسيس وعرفنا أن شلون نقدر نجيب البروبرتيز باستخدام الأديابيتك ساتوريشن بروسيس عن طريق الإكويجنز زائد عن طريق السايكومتريك تشارت. في الفيديو هذا زائد الفيديوهات الجاية إن شاء الله راح نأخذ الكونديشنينج بروسيسز وهي المحتوى الأساسي حق تشابتر 3. تمام؟ راح نبلش أول شيء في السنسبل هيت وبعدين راح ناخذ السنسبل زائد الليتنت مع بعض ونشوف البروسيسز شلون قاعد يصيرون. نشوف اول شيء الهيتينج والكولينج حق المويست اير. طبعا اي كونديشنينج بروسيس الفلويد اللي راح نتعامل وياه هو المويست اير، وقلنا في الفيديوهات السابقه ان المويست اير عباره عن دراي اير زائد ووتر فيبر. ممتاز. والووتر فيبر نسميه مويستر. حلو، نفس الشيء ووتر فيبر او المويستر هما نفس الشيء. طبعا لما يقول لي هيتينج ويسكت او كولينج ويسكت معناته هذه البروسيس سنسبل، يعني هذه نسميها سنسبل هيتينج، فهذه تعتبر سنسبل نسميها سنسبل هيتينج، ونفس الشيء هذه هم تعتبر سنسبل فنسميها سنسبل كولينج. وقلنا السنسبل هيت ترانسفير معناته ان انا قاعد اغير درجه الحراره مالت الفلويد اللي هو المويست اير. ممتاز. فلما اغير درجه الحراره ممكن انا ارفعها او انزلها، فالسنسبل هيتنج نقصد فيها ان احنا قاعد نرفع درجه الحراره. طبعا لما نقصد بدرجه الحراره نقصد فيها الدراي بلب تمبرتشر، بينما بالسنسبل كولينج احنا قاعد نقلل درجه الحراره اللي هي الدراي بلب تمبرتشر مالت المويست اير. خلونا نشوف البروسيس في هذه الرسمه. طبعا عندي هني ستيت 1 اللي هي الانلت ستيت، عندنا الماس فلو ريت، وعندنا ال H1 أو ال I1 اللي هي الانثالبي، وعندنا الأوميجا 1، وعندنا كذلك التمبرتشر 1. ماشي. طبعا لما أقول تمبرتشر واسكت أقصد فيها شنو؟ أقصد فيها الدراي بلب تمبرتشر. دائما من يقول لي تمبرتشر فهرنهايت أو سيلسيوس أو whatever ويسكت يقصد فيها هذه الدراي بلب تمبرتشر. حطوها قاعدة ببالكم هذه. تمام. طيب بعدين صار عندنا بروسيس اللي هي الهيتينج او الكولينج. طبعا لما نقول هيتينج معناته السهم راح يكون بالشكل هذا، معناته I am adding heat يعني heat in. ماشي. بس لما اقول كولينج معناته السهم طالع لي برا اللي هو هذا الازرق، فمعناته heat out يعني heat loss، فهذه هي الكولينج. ممتاز. صارت عندي الستيت الجديدة اللي هي state 2 اللي هي الاوتلت او الاكزيت ستيت. عندي الماس فلو ريت اللي هي راح تكون كونستنت. طبعا لما يقول لي ايه هني ما يقصد فيها دراي اير، هني يقصد فيها الفلويد مالي اللي هو المويست اير. وقلنا ليش يكتبها از اي دراي اير مع انها هي مويست اير؟ لان الدراي اير هو اللي نسبته اكبر داخل المويست اير. قلنا كميه الووتر فيبر جدا قليله. والبروبرتي الثانيه عندنا اللي هي الاتش 2 او الاي 2، وعندنا الاوميجا 2 والاوميجا 1. كذلك عندنا التمبرتشر اللي هي تي 2، وقلنا لما يقول لي تمبرتشر يسكت معناته دراي بلب تمبرتشر. فالبروسيس هذه راح تكون ات كونستنت ماس فلو ريت، فهذه الماس فلو ريت اللي هي الام دوت مالت المويست اير راح تكون كونستنت، ما راح تتغير، لان قلنا اي اير كونديشنينج بروسيس از ستيدي ستيت بروسيس، فبالتالي الماس فلو ريت از اولويز كونستنت. ممتاز. بالنسبة حق التمبرتشر قلنا ممكن انه تزيد ممكن انه تقل، يعني في حالة اذا كانت التمبرتشر 2 اكبر من التمبرتشر 1 راح يصير ان ال H2 راح تكون اكبر من ال H1 لان الانثالبي تزيد بزيادة التمبرتشر، فهذه البروسيس راح تكون سنسبل هيتينج. ممتاز. هذه البروسيس راح تكون سنسبل هيتينج. العكس صحيح، لما تكون التمبرتشر 2 اقل من التمبرتشر 1 فبالتالي ال H2 راح تكون اقل من ال H1، فهذه البروسيس راح تكون سنسبل كولينج. تمام. السنسبل كولينج نقدر نكتبها as heat out او heat out او heat loss. ممتاز. او heat loss هي نفسها كولينج، يعني قاعد يفقد حراره، بينما بالسنسبل هيتينج نقدر نكتبها as heat in، فهذه تعتبر heat in.
ماشي. ف I am adding heat، فهذه نقول عنها sensible heating. طيب هذا البروسس اللي هي sensible heating أو sensible cooling، إذا يانا سؤال ممكن أن يطلب أن نرسمها في psychometric chart. فخلونا نشوف psychometric chart وشلون نقدر نرسم هذه البروسس. طيب هذا هو psychometric chart. في adiabatic saturation process في الفيديو السابق تدربنا أن احنا شلون نقدر نجيب البروبرتيز عند state أو نقطة احنا نحددها في psychometric chart. الحين راح ندش في موضوع البروسس. فلما أقول بروسس فعناته أن أنا عندي state in وعندي state out، تمام؟ في عندي inlet وفي عندي exit أو outlet، ممتاز؟ فالحين ما راح نحدد one state، راح نحدد two states، ممتاز؟ فعلى سبيل المثال أعطاني two properties حق state one، طلعت وياي state one على سبيل المثال هذه البوينت، ممتاز؟ فأسجل عندها state one عشان ما أضيعها، ممتاز؟ طيب وعطاني another two properties حق state 2 اللي هي الاوتلت او الاكزيت ستيت، طلعت وياي خلينا نقول فرضا هني عند اللاين هذا، ممتاز. طيب فالحين شنو صار عندي؟ صار عندي two state. فلما اشوف انا two state على طول احط ببالي ان انا عندي شنو process، وبما ان عندي process فانا اول شيء اوصل بين الستيت 1 وستيت 2 من الستيت انلت لغايه الاوتلت او الاكزيت. ودائما نستخدم المسطرة مثل ما قلنا في الفيديو السابق، كل بروسس في السايكومتريك تشارت لازم استخدم المسطرة، ممتاز. فبالمسطرة راح اوصل بين state 1 و state 2 بالشكل هذا، ممتاز. بعدها شنو اسوي؟ بعدها احط سهم يمثل لي البروسس، ان البروسس قاعد تمشي من state 1 الى state 2 بالشكل هذا. ممكن عشان السهم يكون واضح يعني اللي بيرسمه بشكل ثاني يعني مثل الشكل هذا هم ما في مشكلة، يعني عشان يبين واضح في الحل. طيب شنو نلاحظ من البروسس هذه؟ نلاحظ أنه زادت عندي الدراي بلب تمبرتشر، يعني state 1 الدراي بلب تمبرتشر مالتها راح تكون عند اللاين هذا، هذا اللاين مال الدراي بلب تمبرتشر، فهذه T1، حلو. بينما state 2 راح تكون الدراي بلب تمبرتشر هي في هاللاين هذا. فنلاحظ ان التي 2 كانت او صارت اكبر من التي 1. فالبروسس هذه شنو نسميها؟ نسميها sensible heating، فهذه sensible heating، ممتاز. ليش sensible heating؟ لان زادت عندي الدراي بلب تمبرتشر، ممتاز. نفس الفكره الحين راح نطبقها على sensible cooling، راح يعطيني state inlet وstate exit. ستيت انلت راح يعطيني عندها تو بروبرتيز من خلالها راح اقدر احدد الستيت، خلينا نقول فرضا تطلع عند البوينت هذه على سبيل المثال، هذه ستيت 1. ستيت 2 هم راح يعطيني عندها تو بروبرتيز اللي هي الاكزيت او الاوتلت ستيت، خلينا نقول فرضا تطلع عند اللاين هذا، ممتاز. على سبيل المثال هذه ستيت اللي هي ستيت 2. طيب فش اللي صار عندي الحين؟ صارت عندي تو ستيتس. تو ستيتس معناته شنو عندي انا؟ بروسس بينهم. فش أسوي عشان أبين البروسس؟ أوصل بين هالتو بوينتس هذيلة بالمسطرة بالشكل هذا. فصارت عندي بروسس أحطها بالسهم هذا من الإنلت لغاية الإكزيت، فهذه هي البروسس. نلاحظ أن البروسس هذه عبارة عن شنو؟ سنسبل كولينج. ليش سنسبل كولينج؟ لأن هذه التمبرتشر 2، ممتاز، وهذه التمبرتشر 1 اللي هي الدراي بلب. فش اللي صار وياي؟ أنه التي 2 صارت أقل من التي 1، فبالتالي هذه البروسس اسمها sensible cooling process، ممتاز. طيب شنو نلاحظ بين هالتو بروسس هذيل اللي هما sensible heating و sensible cooling؟ نلاحظ أن اثنينهم قاعد يصيرون at constant omega أو constant humidity ratio، ممتاز. يعني عند sensible heating هني لو أروح عند line الأوميجا ألاحظ أن اثنينهم constant omega، فبالتالي الأوميجا 1 راح تساوي الأوميجا 2، حلو. يعني كمية الووتر فيبر ما راح تتغير، راح تكون ثابتة. يعني كمية المويستر، يعني نقدر نسميها هذه مويستر كونتنت، يعني كمية المويستر راح تكون ثابتة، ما راح تزيد ولا راح تقل. ليش؟ لأن البروسس عندي سنسبل. السنسبل ما له شغل بكمية الووتر فيبر، السنسبل له علاقة بالدرجة الحرارة الدراي بلب مالت الاير، ممتاز. نفس الفكرة الحين حق
state أو الـ sensible cooling. نلاحظ أن الأوميجا 2 هي نفسها الأوميجا 1، كمية الووتر فيبر ما راح تتغير. ومثل ما قلنا أن الإنثالبي لها علاقة بالتمبرتشر، إذا زادت التمبرتشر تزيد الإنثالبي، إذا قلت التمبرتشر راح تقل الإنثالبي. فهني راح تكون الـ H2 أكبر من الـ H1، ونقدر نلاحظ هالشيء من الرسمة. ممتاز. وهني نفس الفكرة أن الـ H2 راح تكون أقل من الـ H1، هم نقدر نشوف هالشيء هذا من الرسمة. يعني عند السنسبل هيتينج فرضا نقدر نشوف أن هذه هي الـ H1، ونشوف الـ H2 اللي هي هذه. زين، طبعا مثل ما قلنا كل اللاينز أسويهم بالمسطرة بس عشان يعني تبين عندكم الصورة، فقط عشان تشوفون أن الـ H2 هني فعلا أكبر من الـ H1. تمام. فهذه هي السنسبل هيتينج بروسس والسنسبل كولينج بروسس، وشلون نقدر نرسمها في السايكومتريك شارت. الحين شلون نقدر نجيب السنسبل هيت، يعني شلون نقدر نجيب الكوانتيتي مالها؟ بكل بساطه راح نطبق قانون السنسبل هيت او الهيت ترانسفير بشكل عام، يعني الكيو دوت. فالتوتال كيو دوت هنا راح يكون فقط السنسبل، لان ما عندي الا السنسبل هيت، فراح تكون ام دوت مالت المويست اير في دلتا اتش، يعني اتش2 ناقص اتش1. ممتاز. واقدر اغير صيغه هالقانون هذا، اقدر اكتبه as m dot a في cb في دلتا t، يعني t2 minus t1. وبالنسبه للcb هذه راح تكون مو مالت الدراي اير، راح تكون مالت المويست اير. طيب كم قيمتها؟ قيمتها راح تلاحظون انها موجوده في هالبوكس هذا. هني حاط لكم cb مالت الدراي اير في الانجليش، وبعدين بالاس اي هذه مالت الووتر فيبر في الانجليش وفي الاس اي. نلاحظ هنا هذه السي بي مالت المويست اير، فهذه نسجل عندها ان هذه حق المويست اير. ممتاز. فهذه حق المويست اير. تمام. لان البروسس لها علاقه بالفلويد اللي هو المويست اير، فراح نكتب السي بي مالته سواء بالاس اي او بالانجليش، وهذه قيمه ثابته يعني ما راح تتغير. يعني اي مساله تجيكم فيها سي بي حق مويست اير تكتبون هالقيمتين هذيل سواء بالاس اي او بالانجلش. طبعا بالنسبه للقانون، يعني في حاله اذا كتبنا دلتا تي، او نفس الشيء اذا كانت دلتا اتش، ممكن الكيو دوت هذه تطلع بالنيجاتيف. فاذا طلعت بالنيجاتيف معناته ان هذه البروسيس شنو؟ معناته ان هذه البروسيس كولينج. يعني اذا طلعت بوزيتيف معناته ان هيتينج، يعني سنسبل هيتينج. ليش؟ لان هيت ان نعرف ان كل ما زادت التمبرتشر راح تكون الدلتا تي بوزيتيف، بينما اذا قلت التمبرتشر فالدلتا تي راح تكون بالنيجاتيف. فاذا طلعت بالنيجاتيف معناته هذه البروسيس كولينج او سنسبل كولينج. طيب اذا طلعت نيجاتيف مو معناته ان الجواب غلط، لا الجواب صح، بس بالنهايه انا ابي كوانتيتي، يعني ابي رقم ثابت. ممتاز. يعني طلعت نيجاتيف بالعكس صح مو غلط، معناته ان هذه البروسيس كولينج، ولكن عشان ابين كوانتيتي بكل بساطه اعكس الرقمين. يعني بدال لا اكتب t2 - t1 اكتب t1 - t2 او h1 - h2 عشان يطلع وياي الرقم بوزيتيف وينتهي الموضوع. واحب انوه على شغله مهمه، ان السنسبل هيتنج او السنسبل كولينج قلنا ان تكون at constant omega، فالاوميجا راح تكون ثابته لان كميه الووتر فيبر ما راح تزيد ولا راح تقل، بينما الفاي ما راح تكون constant، يعني relative humidity ممكن انها تزيد ممكن انها تقل، فالفاي ما راح تساوي constant value. ونلاحظ هنا بالرسمة مكتوب كأن أوميجا 2 ماينس أوميجا 1، هي طبعا مو ماينس، هي أن الأوميجا 2 تساوي الأوميجا 1، مكتوب بالكتاب كأنها ماينس ولكن هي يساوي.